حياكم الله أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين وبالصحة والسلامة، وينعاد عليكم العيد هذا وكل عيد ونحن في أتم الصحة والعافية في يمن الحبيب. برنامجكم المتعودين عليه، برنامج فيها الطرفة، فيها الفرحة، فيها الغناء، فيها ما يسعدكم، برنامج أقبل العيد. فأهلا وسهلا بكم. أعدكم بحلقة مميزة ورائعة إن شاء الله، بوجود ضيوف مميزين ورائعين، تشرفت بوجودهم في هذا الاستديو. طبعاً عن يميني الفنان الرائع والجميل الأخ حسان ردمان، حياك الله وكل عام وأنت بخير. حياك. حسان من الناس المميزين والرائعين في المسرح، في الدراما، جمهور له جمهور وله طابع خاص. حياك الله أخي حسان. حياكم الله وكل عام وأنت بألف ألف صحة، وأنتم بألف خير وصحة وسلامة، وإن شاء الله عيد مبارك على البلاد بأكملها وعلى قناة المهرية وعلى طاقم البرنامج، وعيد مبارك كل عام وأنتم بخير. طيب إن شاء الله. الأخ العزيز الجميل والرائع طبعا، زميلنا في الفن، صاحب الكاركتر الجميل اللي ما ينسى وش المشاهدين، صح ولا لا؟ 100% 100% الأخ الجميل مطيع الذفيف، حياك الله يا مطيع وكل عام وأنت بخير. حياك وسلمك وسلم الطاقم هذا الجميل، الله، مصورين ومخرج. وأحيي كمان الفنان القدير الذي بي أنا عاد أحييه، أنا أشتكت أحييه الناس ثاني. مطيع، يا مطيع الله يحفظك ويبارك فيك. آمين يا رب. العيد جميل، أجمل حاجة هو العيد. نعم، العيد عيد العافية، العيد عيد العافية. نعم، نحمد الله على العافية، وهذا أهم حاجة، أهم حاجة. نعم، ومعنا اللي بيضربنا اليوم وبيضربكم أنا متأكد، الفنان القدير عادل الفقيه. حياك الله يا أستاذ. كما عودناكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكون حلقة مميزة ورائعة بوجود هذه الضيوف والكوكبة الجميلة والرائعة. نحن في أجواء العيد أخي عادل. نعم، والمشاهدين الكرام بيتابعونا، ونشتي تلطف الجو لنا ولهم بأغنية عيدية إن شاء الله. تفضل حبيبي. أسعدتنا في القدوم يا عيد، أسعدتنا في القدوم، في مكتبك في الحياة تجديد، تعد لنا كل عام لتعيد، تعد لنا كل عام لتعيد، لنا الفرح والهنا يا عيد، لنا الفرح والهنا، الفرح والهنا يا عيد. في السنة العيد له معنى،
لقى كبير فيه يجمعنا في السنة العيد لمعنا لقى كبير فيه يجمعنا وفي نجدد عوايدنا وفي نجدد عوايدنا مكان طيب وكل حميد مكان طيب وكل حميد أسعدتنا في القدوم يا عين أسعدتنا في القدوم والعم والخالي والجيران سلم على الأهل والأخوان والعم والخالي والجيران اثبت لهم أنك الإنسان اثبت لهم أنك الإنسان تشارك الكل فرحة عيد تشارك الكل فرحة أسعدتنا في القدوم يا عين أسعدتنا في القدوم سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك وكل من عادك وكل من عادك مبروك عليك العيد أنا استنى يا عيد أنا استنى يا عيد عدوك يضحك له ويمكن عديم قله عدوك يضحك له ويمكن عديم قله ومنحنك كله مش وقت يا اخي عيد انا استنى يا عيد انا استنى مش وقت يا أخي عيد وصلة الأرحام وصلة الأقارب وأي واحد في بينه وبين أخوه أي مسألة يأجلها حتى نقول له ويسامحه أيوة. ولا عدو يسامحه المسامح كريم يا سلام وهذا طبيعة الشعب اليمني تحية صدق أنا أفتخر وأقول أنني يمني لما يحمله هذا الشعب من صفات جميلة وراقية من الحب والتآلف والتسامح وهذا طبيعته مهما حصل ومهما كان لكن سنقفز عليها ونتجاوزها ويعود يمن السعيد. طيب حسان يعني بتشعر من داخلك أنت الآن في ظل أجواء العيد وفرح العيد والناس في كتم وكبت ويدبروا الابتسامة والكذا هل بتساهم بشيء من موهبة التي أعطاك الله فيها؟ والله إن احنا بنحاول بقدر الإمكان بس ما بنسمح لناش الإمكانية إن إحنا ننتج أعمال للعيد أنتج مسرحيات حلقات بس قلت بننتج بقدر الإمكان طيب أخي الحبيب بتضحك الناس في البيت بتضحكهم قل لي 5% لا لا أنا أقول لك أنا إيش تقول لي يخطر ويدخل له واحد يتحقق لا يقتله من جاله لا تصدق شو ذا العيال بيرموا في الشاشة كان نويت الله ضحكم أنا هذا سؤال يطرحه علي يعني دائما في البيت أهل البيت يقولوا يحصلوا أسئلة من الخارج يقولوا طيب هو بيضحكم زي ما بيضحكنا في التلفزيون كذا نفس الخبر قالوا باب النجار مخلوق أيوة فالأولى قال مثل ما قال الأقربون أولى بالمعروف إن إحنا يعني نكون الأهل والأقارب طبعا بس أنا أهلي ما بيرضوا يضحكوا كيف أفعل منهم بالذات ما بيضحك
مثلا ابي لو اكتسب من الصين، لو ازبج كذا، لو تي عادل الامام لا يقول ماله هذا بس خيبل. كيف افعل بهذا؟ والله هاي قصه. اقول لها قصه صح، انا قد ذكرني بها. ما هي قصتك مع ابوك؟ لا لا ما فيش اي قصه. لا 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 هي يوم ما سافرت. هيا هيا كذبتها قدام المشاهد، خلينا نضحك يا رجال عيد. لا احلى من الاستفهام. اول حيي ابوك وهنيه بالعيد علشان لا لا بشيء. اقول لابي الحبيب، ايوه ابي الغالي الذي هو تاج راسي، نعم، عيد مبارك وكل عام وانت بخير. طبعا ابي هو بعيد عني، وهذا الحاجه اللي بتفطر قلبي، لكن الله لا وفق من كان السبب. ما علينا من هذا الخبر. طبعا انا مر سافرت وغبت فتره، وابي هو انسان يعني مبورد. ايوه ما يحسب شبله. هو هذا والتفيك ان انا وري او خارج. ها سافرت انا جلست فتره، رجعت انا كنت اظن انا عاد ارجع اقعد مجلس. كم جلست؟ فتره. كم الفتره؟ يعني تقريبا خمسة اشهر. خمسة اشهر؟ قلت عاد جبت شهر. قلت عاد ارجع. ايوه قلت عاد ارجع وهم زعلانين قد توروني قد. وصلت اول ما لقيت ابي. ايوه قال لي اين انت هذا اليومتين؟ يومتين يا حج قد ظالي خمسة شر. المهم هذا يعني هو كان نحن اصلا خيرات الاسره كبيره، ما عاد حش بيدراها من هذا غاب ولا هذا موجود ولا. يعني جربت الغربه؟ ايوه ست اشهر انا دخلت السعودي التهريب، وقع لي حاله خليها على الله. في قصه معك في التهريب هذا شيء؟ لا خليها على الله. شو اسمعها عادل القصة؟ أيوة عادل قد سمعها طبعا. طيب المشاهدين ما قد سمعوها، شنو اسمعها معنك؟ طبعا انا اختربت، لان انا كنت سعماد اقول كنت احاول اتهرب من المدرسة واوجد لي بديل. ايوه ما شو حكي قراية. أيوة. ما انا اشتاري انه التعليم هو اساس كل شيء، وانا الان اكبر يعني اكثر غلطة، اكبر غلطة في حياتي اعتبرها ان انا ما كملت تعليمي. فالمهم انا سافرت وتغربت. نعم. كنت اظن انا عاد صار اجحف بالكريك. ايوه. بمجهول. وصلت وملاحق احنا والشرطه الجاي بخليها على الله. ايوه. المهم جلست ست اشهر وامتسكت. طبعا يوم مسكوني يقعد قصه الحالة هذا الدراميه. ايوه. انا كنت ماشي بالغربال حق النيسه، باب هو باب كبير. وصدو صدل ومطرقه وملعقه وماشي في الشارع وما بصرت الا الجيب. طبعا اي واحد عايرجم الغربال ويحمل، انا ما عاد فكرت شرجم الغربال. أيوة. كان احمل به. تخيل والجيب الجيب حق الشرطه بعديد هذا لا فهمت. ما تلوهت الا في الاخير رجمت الغربال وبين احمل وهو فتح حقه لو ما انا خلاص اعتميت. كان احمل وانا بين الباصر الجيب. كان صدمت عرض كمبه. اقول لك مسكني العسكري وهو بيمض ضحك. ايش فيك؟ كان يقول صلي على النبي، ايش بنسوي بك؟ قلت يا اخي انا عادي اول مره جيت. قال يلا اطلع. طلعني طبعا انا يعني اقدم التحيات يا العسكري هذا لانه انسان كف وشه. طبعا مشابي شوي بالجيب وفتح الجيب ونزلني قال روح الله يستر عليك. وجاء واحد ثاني ما وعدك بالغربة؟ ما رجعت ادور الغربة والصنادل. عم عايز الغربة. المهم ما جلست بعد هذاك الا يجي اسبوعين. بعد المسكة هذاك امتسكت مرة ثانية قلت والله ما عاد اوقف. ورجعت صنعاء. بدي اخر اول واخر. اول واخر مرة. طبعا احنا ذكرتني بمعاناة المغترب. طبعا نحيي كل المغتربين اليمنيين في يعني مشارق الارض ومغاربها. اليمني بيبحث عن لقمة هو مجاهد يعتبر. والناس بيعتقدوا انه مدري ما معه. ايوه والله نعم. انهم في حال يرثالها. يا اخي يكفي انه بعد عنها له حرم لو يتوها لي كلا بعد. لذلك ان شاء الله ربي يجمعهم باهلهم ويوفقهم. وتحيه مني خاصه لكل مغترب. ذكرتنا مآسي ومآسي المغتربين كثيره لو نفتح المجال، لكن احنا قلنا عيد نضحك. والاخ الحبيب معك شيء هكذا موقف ولا حصل لك شيء؟ والله حصل لي شيء ما في تهريب، ما عندش كلنا تهريب. أنا مش حتى أنا. حتى أنت هربت؟ تهربت حج، ما شو عمل؟ ما يحسب شو الحج تهريب، ما يحسب. أيوه. تهريب حج حج وأحد أركان الإسلام. قد سألنا العمراني الله رحمه عزاه توفى قبل أمس. رحمة الله تخشى. أو قبل أربع أيام أو خمس أيام. رحمة الله تخشى. الله يرحمه. الله يرحمه.
نعيمة وقالت لك حق الجامعة. نقرا الفاتحة للعمراني. رحمة الله تغشى وترحم جميع أموات المسلمين. ايش موقفك قلت لي؟ الكاميرا الخفية. ايش سووا معك كاميرا خفية؟ لا. ها؟ انا طبعا درست على احنا في مستوى ثالث كلفونا على اساس نفعل كل واحد يفعل البحث. يا مقابلة إذاعية يا مقابلة تلفزيونية يا أي حاجة يا يفعل سيناريو والمهم أي حاجة. أنا فكرت يعني أنا من البلاد كان أدخل أخلص البنطلون ألبس البنطلون من المغسلة. أيوه. لأن ما استشعر أخرج للبلد بالبنطلون بثوب ضروري. أيوة. أيوه أوصل عند صاحب المغسلة أغير وأركب فوق البص وأطلع الجامعة. فوصلت قالوا ما بنفعل بحث. أنا ما بش علاقي يعني من زوين إحنا كذا حق القبائل وزي ما قلتش. فكرت انا واحد صاحبي قلت يا اخي ما نفعل قلت اقول لك ندور لنا واحد مصور على راس ايوه يصور بالكاميرا واحنا نفعل لنا اي حاجه من حركتنا صوره بندرك معي قال يا ماشي ندري كيف قرامه ندري ما هو قلت وله البلاء حتى وصلت من البيت المهم مشينا وصلنا يعني مطعم دجاج الذي بي الحرازي هذا يسموها فبي واحد قد طلب زحمه على اساس انه دجاج المشوي هذاك الذي ايوه أنا وصلت واحد ما وافقت إلا عند واحد من العصيمات. عادوا درع حق هالأكل وأنا قامبرت وبين أقول له أدعيه تفضل يا أخي معنا لا عاد زاحمش. يعني على أساس إن إحنا بنفعل السيناريو إن الخبير بيصور. أيوه. كنا نجرب. كاميرا خفية. أيوه. أيوه. والخبير قال كيف عزم علي وحقي؟ قلت يا أخي لا عاد تتعبش نفسك جلس معايا. إحنا أخوك كلنا ولا بشوف إحنا لابس البنطلون على عسير المغسل وأخلصه. أو الضبح ودرجل هذا لو ما طاير الزبادي لا فضل صاحب المسلم صاحب المطعم هو يعرفني نبعد الدخل والتانس الدجاج بدل هذا ذيك لأنه بيساقمه عادوا مش راضي خرجنا المهم البلاد وصلت كذا أنا مغير على أساس أسير عند أصحابي بعد الظهر ما عاد عن الكراش حق أيوة فأنا وصلت واحد أبوه قد يعني نفذ عليه قد امر قهري انهم يدخل قد لهم اسبوع الطقم هناك باب الباب. انا وصلت في طريق مزويه هكذا. وصلت ربيت الطقم قلت زي اسبر كاميرا خفيه. هكذا وهربت ونبوني شغلوا الطقم وبعدي. دخلت بين المزرعه حتى افتجعت منهم ما عادش كاميرا خفيه. وصلوا بقف البنادق ونزعوني قلت مشينا يجي 20 كيلو ما عاد يدخلوني صنعاء. قلت خبرها انا في الاعلى هذا بطاقتي انا غير قلت اجرب كيف عدك على الكاميرا الخفيه بتسعج السلطات العامه لو ما قروا اسمي طرحوني طيب القصيد ان انا اشتي اقول لك انه وصلت الجامعه بيقولوا وين البحوثات صاحبي ما جزم مش كلات في مشينا معك وريهم انت كم تحك البندق ايوه قد وريتهم طيب اجي لحظه الدكتور القاع كلها بيضحكوا قلت هيك تسعي والله ادلك تسعي احسن عقبه اسألوه ايوه ما شاء الله بل كاميرا قدوا حق قد ايوه قدوا سيناريو مع الكل مع الحين طبعا كان معنا برنامج كاميرا خفيه لثلاث سنوات انا وقفته لانه صراحه الكاميرا خفيه في اليمن ما تنفع ما تنفعش اخي عادل حياك يا استاذ عدنا اليك والعود احمد انت اللي بتنعشنا شويه حياك او ماشي لا صح صح اي والله لا لا جهدك ما شاء الله صدق فقولوا سنه ممكن تسمعنا تقاسيم العود هكذا شوي على طول على طول اي مقام اي اللي يحبوه قلبك واللي عاد تربيها المشاهد هي عده مقامات طيب شوف اللي المناسب ادي مقام صنعاني يا سلام
الحين طمعتني، باقي شيء معاك؟ على طول. يا سلام والله انك طمعتني يا الصدق. نوع ثاني؟ هذا عجم. يا سلام. يعني عجم الحق. مقام العجم الذي عزفته الآن. مقام عجم. سبعة مقامات. ممكن توضح لنا والمشاهدين الكرام عشان. أيوة. شوف هذا مقام عجم، وفي مقام حجاز، وفي مقام بيات، وفي مقام سيكا. سيكا الذي وقف وداع. هذا مقام سيكا. وقف وداع على وقف وداع على. أيوة. أنا أسيكا أسيكا مري التناحر والتباعد. لماذا
لماذا لم تعد اليمين الحديدة؟ أين يمن السعيد؟ اللهم يا رب أعد علينا يمننا الحبيب، يمن السعادة، يمن الحب، يمن السلام. يا الله يحفظك ويبارك فيك ويعافيك. طيب الآن احنا معنا فقرة جميلة اسمها التهنئة العشوائية. التهنئة العشوائية هي كالتالي، أنت تدينا ثلاثة أرقام، أو إذا حبيتوا أن أدي الثلاثة الأرقام الأولى وأنتم الباقيين تكملوا. ثلاثة أرقام يعني تسعة أرقام نتصل، اتصال عشوائي، من يجاوبنا تهني أي واحد منكم يهنوه بالعيد ومعه يعني عيدية من البرنامج. اتفقنا؟ فهمتوا ولا هذا؟ طيب اكتب لنا ثلاثة أرقام والحبيب ثلاثة أرقام ونشوف منهم صحيح الحظ. ايش رايك ادي لك رقمي؟ الله تفضل. انت اكتب ثلاث ارقام الاولى. وهذا يشربوه؟ يشربوه؟ ما في عندنا سوائل، ما بتقول يا حسن ماجد بغير صباح. تفضل مكنا يتصلنا الكنترول، يتصلنا هذا بهذا الرقم ونشوف منو سعيد الحظ. الآن في اتصال. جهز. شكل الرق. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ حياك الله. حبيبي. معك عيد مبارك وكل عام وأنت بخير. ها مالك؟ صلي على النبي. صلي على النبي. معك حسن ردمان. معك ذاك حسن ردمان. قل له معنا برنامج. اسمع واقول له. فقول له معك حسن ردمان ومعك مسابقه بغير اسئله، يعني انت لك جائزه. لا 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 معنا مهرب بنقسم جوائز. ما البضونة ما لك يا أخي؟ يا أخي الكريم. ألو. أيوة معك يا أخي. معك برنامج عيدي اسمه أقبل العيد، وإحنا بنتصل اتصالات عشوائية بنهنيهم بالعيد ومعك عيدية بس. فهمت؟ الأخ معك ممثل، الأخ حسن ردمان، والأخ العزيز مطيع الذفيف. مطيع جاوب يا مطيع. يا أخي معك معك يعني اختر. معك قناة المهرية. قناة المهرية يا طيب. قناة المهرية. مالك وانت؟ المهرية هذا الساعة تعمل لنا هذا الساعة. كان أي هندجي؟ أنت كنت راقد أويش؟ هل لا تركيني كنت تفصلوا لي هذا كله صام. مالك؟ لا مشو كلنا يا طيب. خلي جابر، خلي جابر. مشو كلنا. اسمع، أنت اخترناك وضلعت أنت. أيه. نصيبك يا أخي. نصيب، تعرف النصيب؟ ما النصيب؟ مطيع الذفيف. صدقني ما انت راقد. انك صاحي. لو انت راقد لا تغرق وتغلق. الحين احنا صحيناك من النوم وانت لك جايزه. احمد الله. من انت؟ من معي؟ من
يا حبيبي يا حبيبي كذا انا غير حرام احنا وجيت تصلي الحين وقول لي معاك المهريه يا اخي انت معاك رزق معاك رزق رزق قم الاول وانت راقد قم تمام يا اخي معاك رزق جايزه جايزه تعرف الجايزه من انت من انت انا جايزه حق واعي بيضحكوا علي ما بضحكش عليك ما اسمك قلت لي انا اسمك من اين انت على اساس نسال لك الجايزه يا اخي انت من اين انت من اين من الجن من اين انت ما عليك مني لا تصدقش لا تصدقش انا من بيت الزفيف وانا من صنعاء بيت الزفيف حي حي انا بيت الزفيف هذا الذي يوجد في همدا كنت تبصروا لي كل ما هذا من تارك مرتك يا اخي خلاص احنا اسفين ما اسفين جايزه نغلق لا 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 ما لك جايزة تمام خلاص ما اسمك من أنت من أين أنت بعد الجايزة 100 دولار يا أخي يا أخي اسمعني قلت لي اسمك الرباعي أول اسمك الأول والآخر بعدها أنت حاكي إن أنا قلت صراحة عدوائي قالت لي اسمك الرباعي يا أخي برنامج هذا برنامج لا برنامج برنامج ليش بتفعل لك هذا يا أخي لجلي اسمع الأنوب يا حكس تمام تمام اسمك يجي بعد المغرب يجي بعد القاسم شو عندك راجل ايوه يجي كمان فاضي هو برنامج اي وقت عد عيد من بيرقد ايامه العيد من رايك حاجه جنبك هذا واحد اسمه الفنان القدير مطيع الزفيف عند انت حين ما انطلبت معروف معك خالد الجبري يا غالي هذا جبري عرفتك عرفتك اذا صح ما بعيده حياك الله معك برنامج اقبل العيد برنامج عيدي في على قناه المهريه ومعنا ضيوفي الاخ حسان ردمان والاخ مطيع الزفيف والاخ عادل الفقيه حياك الله انا بعد دوام دوام كلها عشان نقول لك عيد مبارك عيد مبارك وكل عام انت بخير الله يحفظك من معي يا غالي معك عبد النصر مراني الله لا وفقك ناوي تطلع رقمه رقمه هل يطلع ها انا نويت حياك الله عبد المحسن احسنت اجت الدور يا حسن تقوم تدخل على هذا الرقم يا اخي احنا حبشنا الرقم من روسنا وطلع رقمك طبعا مش هو الرقم اللي اديته احنا اتصلنا به اتصال هذا رقمكم ثاني ورقمنا ثاني واكلت والمقلب وكيف من شهر 100 دولار يا الله يا عبد المحسن الميل لا جمعه الجايزه خليها معه ما عبي الجايزه الجايزه لا بس طعم علشان طعم ياكلوا المقلب امشي كل عام انت بخير اخي عبد المحسن كل عام وانت بخير وعيد مبارك وانا اروح نرجع يا ما عليك ما عليك وعيدكم مبارك وكل عام وانت مبارك بخير ومعايد السلم الغايم ان شاء الله الله يحفظك ويبارك فيك يا عبد المحسن وبعدها راقد من هذا الساعة ما ادري قلت انت ما بدري قلت الا في راس الاسبوع يوم ما انا عجزت كيف اقنع هذا حرام واحد يدخل لك لا داخل جايزه قلب قلب من هذاك الحجاره القلب شكرا لك يا اخي عبد المحسن يا عبد المحسن يا الحين ما حكيتكم اي خدمه سياره قلنا استاذنا الله يحفظك شرفتنا باتصالك شكرا لك يا علي اكلت المقلب والله ولا دريت انه هو قد انت واصل انت وهو وانت ما دريت والله ما قرب لي بصوت قال لك ما عرفتك اكلت المقلب امان شربت الشرب اخي عادل ممكن في ظل الاجواء هذه تسمعنا شيء على طول على طول حبيبي طيب يا كحيل العيون ودعتك الله ودعك عاشقك تقول لي مع الله ودعك عاشقك تقول لي مع الله زودك يا غزال صنعاء نظر من بعيد بالله بالله مسعدك لو تساعده وتخيب حواسده مسعدك لو تساعده وتخيب حواسده
سجدت سبحت لله خليق الكون كل لما رأيت المجال ما رأيت المجال لما رأيت المجال ما رأيت لك يا نير الجمال يا والعيون الكحيل لك يا نير الجمال كبو العيون الكحيل يا خيري وافد وصل دخل ولا سواكم دخل ولا سواكم دخل ولا سواكم دخل كم قد أمر قد رجع من باب قلبي بخير كم قد أمر قد رجع من باب قلبي بخير رجع بلاده عطل رجع بلاده رجع بلاده عطل رجع بلاده عطل يا سلام عليك أنا أشكرك تستاهل مني جلس عصير لا مش زلط كل هنا والصحة والعافية تستاهل كل خير أعزائي المشاهدين نعود إلى الفنان القدير زميل المهنة طبعاً الأخ حسان حسان لديك أعمال كثيرة مسرح وبرامج ومسلسلات نعم آخر الأعمال أشي آخر الأعمال كان غاغة مع الأستاذ محمد أضرعي تحية له نوجه له تحية ونقول له كل عام وأنتم بخير تحية نعم. ومن المسرح من الأعمال البارزة نعم مسلسل الجمرة الجمرة نعم الجزء الأول ومسلسلات كثيرة هو وإيش من إيش الجمهور يسمع إيش الجديد اللي عاجي الجديد إن شاء الله الآن بنجهز عمل إن شاء الله يكون قوي على قناة المهرة المهرية المهرية نعم أيوة عمله كنا بنعده لرمضان اللي مشى بعد ما عاد لحقناش الوقت فالآن إن شاء الله نعده على أساس إنه يأخذ وقته وفي الإعداد وفي التصوير وفي التنفيذ علشان يكون عمل يشرف إن شاء الله وهذا اللي ينقصنا دائما نشكي يعني ونشكي والكل يشكي في الساحة الفنية إن أعمالنا بتجي في أوقات محصورة ينتظروا لا قبل رمضان بشهر يتصلوا لك كلهم ما عاد تدري في من تتجمل ولا من تسير ولا صحيح وبعدها كلفته ما عبش وقت نعم. ما بتلونش مجال يتركوا لك فرصة تبتع نعم يلا تنتج الحاصل نتمنى أن يتلافوا هذا الخطأ الكبير وجسيم فعلا ونكون يعني ويكون العمل أو الشغل يبدأ يعني من بدري ليش لا أخي الجميل والرائع ضحكتك عجبتني الرائع تمام الرائع تمام ما كانت جميلة لا نعترض عليها ما أدرك وأنا شخصي أشكل منك تمام يلا خلاص يلا ريقاني جميل ورائع تمام حاضر أنت جميل ورائع أحياك أحياك أعمالك ممكن ذكرنا بأعمالك وذكر المشاهدين الكرام أعمالي الفنية نعم آخر عمل هو يعني برنامج هوش مع الأستاذ عامر الرجوي تحية للأستاذ عامر الرجوي ألف تحية نعم وهو أول من دخلني في هذا المجال أيوة أعمال مسرحية في الحديقة يعني اجتماعية مع منظمات مع يعني هذا في قسم المسرح أما في الإعلام يعني ماسك العلاقات العامة للملتقى الأدباء والفناني الجديد الجديد إن شاء الله إنه صاحي لهم ولو ما هكذا صاحي لهم صاحي لهم أيوة. والمعنى في بطن الشاعر يعني. ايوه انا ما نشفي انت طبعا خلاص ولا وحتى انت ولا هو الا لا فاهم وغير مش مفروض ان انه خلاص يعني بتحفظ علشان الناس لا يشيلوا الفكره احسنت تشعر يعني
الفنان لما يكون يقدم رسالة معين وهدف معين للجمهور يشعر يعني أنه قدم وجبة له نفسه أولاً. صح. أولاً وقبل كل شيء حتى يرتاح عندما يكون لها قبول ووصل رسالته. نعم. أهم شيء أن رسالتي وصلت والشيء الثاني هذا سهل. نعم نعم. وهذا ما نسعى إليه. أخي الفن عادل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا عاد إحنا لقيناكم كيف حالك يا فن الله. كيف حالك يا فن الله يطلع لك يا عادل. عادل ما هو الجديد عندك اللي للجمهور؟ الجديد والله أنا فتحت لي قناة على اليوتيوب. يا سلام. تعليم العود تعليم الأغاني اليمنية. يا سلام حلو. كيف تبسيطها كيف يعني كيف العصف. يا سلام حلو. وإن شاء الله أنه وإن شاء الله ربنا يوفقك. إن شاء الله يوفقك. وأنت مبدع والله. إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. ولو يعني بالتكسير وهذا لكن مسامحة. لا لا ما فيش والله أشرفتنا اليوم وأكيد الجمهور سعيد. أبهجنا إبهاج لا أعلم مثله إبهاجة. إبهاجة الله أيوة. يحفظك ويعافيك. معنا الآن تحدي بسيط. علي. عليكم الاثنين. ها. أيوة. بنقدم لكم شيء تعرفوا إيش هو من خلال الطعم. إن عرفتوه نجيتوا. ما عرفتوش في عقوبة. جاهزي؟ مستعدتي؟ جاهز. نغمض عيونكم ولا تغمضوا نفسكم بالأمانة؟ مغمضة. ها؟ ها؟ هذا مغمض؟ هو نعمش. لا لا ست أشيك تغمض. ها؟ غمض يا حسا. بعد النظارة خلي بعد النظارة وخلاص. صدق يعني. لا لا أنا ما بش عندي مزاح. خلاص غمض يا أدونا الأشياء. أمد يدك يا أستاذ حسا. الله ينصركم يا جحالي. اطعم لي هذا أشيو وتقول لي ما هو. صدق يا عباد الله. ما هو يعني اللي فيه؟ ما أدري من خلال الطعم أنا أشتي بدون ما تشوف طعم فقط يا أخي هذا شم مدري إيش أي حن عايز صار عندي ها مد يدك ها هانا هانا ها عين أنت هو ذا ها تفضل ها لا لا مش بيده هذا ما هذا هذا ما هو قلت باليد أشرب أشغل شغل لا لا أشرب ها بسم الله لا إله إلا الله هذا ما هو يا حسا ماء هذا ماء لا 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 ها يا عيب أنا إذا أقول لك هذا مدري هو زيت الخروع أنت به قلبة المعدايكن ها أتقال ماء وأنت ما قلت هذا ملح بينهما هو ها طيب الحاجة الثانية بسم الله ها تليمة مد يدك أنا تفضل شرب بالهنا والصحة والعافية. يعلم الله ما هو هذا قد شمه بيطلع على ضاع. هذا شواخ إبل. ها شواخ هاي. هو علاج للرأس. لما قلت لك بتشمه وما مدري. أنا أدري كيف يسوم. ها. هذا طعيم شغرة. طعيم شغرة. عجبه. كان غير أنا بيتولي هذاك المار. ها. أينه؟ هذا عصير. عصير إيش؟ مانجو. منجو تفضل ها يدك يدي لا ها 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 بسم الله بسم الله ها كمل القلط ها اجو الله بيض ها هو يا فقيه واو افتش لا 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 راعي تركك الفتش تفضل باقي باقي قلص ها بسم الله هو بيشرب وما بيفعل هذا ماء هذا نسمع شوي هذا ماء الحمد لله هد مد يدك ماء أنا بدي التولي يا رب بدي التولي ما كل مرة وأنا من هذا ها مقبرة ما ترد لأن قدرك فيه من أول من خلاق بدله وما اشترى بيز ما هو يعني ما عيد راش الله بدبه أبو إذا ماء هذا ماء كوثر هذا أحمدك قلبك هاتوا 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 من أول بين أدور الماء لا 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 افتشوا لاجس واصل نذر خلاص افتشوا طلعتوا أديتوا إجابة صحيحة والثانية تنتن خطأ الله الله يا نعم هذا ماء فعلا هذا إيشو أشو يا مخرج؟ شاهي شاهي بتقول لي شاهي بيك من أينه؟ وهذا ما هو؟ وهذا زبادي
شربك كله نتأكد عاد خلي شوي نتأكد. هذا زبادي وهذا شاي احمر. بالله عليك ما عرفت تفرقه. بالله ما والله ما ادري كيف. شاي ما شربت انا شاي. الان عقوبه عليك انت. ومن عفا واصلح فان اجر. اخي حسان نعم معك عقوبه اما البالونات هذا وفيها طحين او معك يا لذيذ يا رائع احمد يا عبد الرازق هذا الذي بيهرب منه الجميع بيض بلدي وهذا اي شيء يعني ما عاد افعل به بسم الله كنت ابي رازق ها لا بدك غني يا حسان تفضل والله ما قدر خلاص والله ما اعرف خلاص تروح في الكفك ايوه مسكها هكذا في الكفك هكذا ايوه رجع هكذا رجع رجع سلك هذا لا تشي سلايا قد افتجعت انا وانت تفضل اتغني حبيبي قلبي من هنا سيدون كل من القارع جاي ها جاي بحقك شبيبه ما تغنيش لا غني يا اخي يلا بسم الله هو يحكم ودي له كم تدي له من عشرة يلا تمام يلا أقول ما اشتهيت اغنيه شعبيه حاجه يا قدحه يا قادحة يا أخي تذكرني بأي غلقة نسيت سطلني من أكثر ما شربت ولم ألف لا يختلف عهده ووعده عندنا أي الله غصنا القناة ها؟ خضر غصنا القناة يلا يلا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله لا تحتني أسألك بالله لما والله أنا أهلي قبائل العرب خضر غصنا القناة وارد على الماء نزل ودي بنا وبغصان رمى ايوه وبعيان رمى نحوي وصواب سهام وعتوى وصاب قلبي خلاص كمل كمل انت كمل كملها 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 اجلتي اخذ قلبي ويراح اخذ قلبي ويراح ويشق صدري بلا عين يا طول اهمي نهاية اللقاء أولاً أنا سعدت صدق وشرفتني والسعادة تغمرني والله ما أجاملك الله يحفظك
انت والجميل الرائع هذا جميل ورائع. انا مصر لو سمحت انا مصر انه جميل. يلا يا اخي انت الاجمل. الله يحفظك. الله يحييك. وبوجود الفنان الجميل الذي اطربنا واطرب المشاهدين الله يدي له العافيه. انا اشكرك وقطعت المسافات وسافرت وجيت من اجل لبيت طلبنا وشرفتنا في هذه الحلقه وشرفت الجمهور الكريم وشرفت قناه المهاري. لنا الشرف لنا الشرف بزيارتكم ونتشرف بهذا البرنامج الرائع والاستاذ خالد والمخرج حسن باحريش وبجميع الطاقم وضيوف الكل. اخي مطيع معك تهنئه ولا شيء تديها؟ احب ان اهني ابي وامي. نعم يستاهلوا. واخوتي واخواتي وزوجتي وجميع الاهل والاصدقاء بمناسبه هذا العيد واقول لهم كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. اخي مطيع انا اشكرك. انا اشكرك من اعماق قلبي. حياك حياك. بحضورك وتشريفك لنا في هذه الحلقه. واحيائك بروحك الجميله هذه اللي موجوده. والله العيد عيادتك انا والزيادة من حين تلقي سكري بن الجبري الصوت للملك هذا. صدقني ان القلب انفتح. والاستاذ عادل الله يحفظك العافيه الفقيه الله يحفظك وشيخ الفنانين والملهم لي هو الاستاذ حساء الجدماء الله يحفظك. كما احيي بهذا احيي هذه الوجيهه الكامله الذي من طاقم البرنامج كامل وكما اهني الاهل والاصحاب اهلي واصحابي كلهم في مارب اهنيهم بهذا العيد الكبير الذي بنسميه احنا العيد الكبير. نعم لانه الاول بنسميه العيد الصغير. أيه. وهذا العيد الكبير. نعم واهني الشعب اليمني كامل وان شاء الله انهم يكونوا لا خير وتكون الامور طيبه باذن الله. اخي عادل احب ان اهني الشعب اليمني الكريم. استاهل. و الفاتحه بان الله يصلح ذات بيننا. امين يا رب العالمين. فاتحه يا رب. أصلح الله أبي الله يحفظه وأخوتي والكرائم حقوتي وأحب أهني الغالية إلى قلبي زوجتي أم أولادي الله يحفظها ويطول في عمرها. عطف على ناشر شريعة في البيت. هي سندي الصدق. الله شوف وأنا أول كل أهنيها. أهني مرضك أنت. الله يتعالى. وأحب أهني الطاقم هذا الجميلين. الله يرضى عليك. الطيبين والأستاذ القدير. الله يحفظك. خالد الذي أتاح لنا فرصة. وأنا؟ نحن وأنتم هنا. الله يبارك فيك شكرا لك وأنتم تستاهلوا والله كل خير. وأنت يا أستاذ يعني كنت أعرفك من بعيد بس لو ما تقربت منك ما شاء الله عليك. من الأحباب بشعر الحب. الله يحفظك. والسنة والقلب الطيب. الله يحفظك يبارك فيك. الله يحفظكم يعافيك. آمين وإياك إن شاء الله. والف تحيه وتقدير لكل واحد. طيب انتم هنيتوا. لا في تقصير ولا شيء مني ولا اي حاجه. لا لا يعذروني انا يعني انا في نفسي تعب انا عندي القلب ما الله يشفيك ويعافيك. يعني يعذروني لا بالتقصير في الغنى ولا الصوت ولا شيء. الله يشفيك ويعافيك وما قصرت وافي وكامل. الله ينور. وشكرا لكم جميعا مثل ما هنيتوا وانا اهني جميع المشاهدين الكرام وكل الاحباب والمتابعين من عبر قناه الابداع والامتاع قناه المهريه. وأهني أسرتي مثل بوالدي الكريم حفظه الله وعافاه. باقي لي أبي أمي قد رحات الله يرحمها. باقي أبي علي الله يحفظه ويطول من عمره ويحسن من عمله ويحسن ختامه إن شاء الله. وأهني كرائمي طبعا وجميع أسرتي وزوجاتي وأولادي وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. وأهني الشعب اليمني وأقول لهم ثقوا بالله أن الفرج قريب بإذن الله ويعود اليمن يمين المحبة والسلام. ونختم بأغنية جميلة ورائعة من الفنان الجميل والرائع عادل الفقيه. دمتم ودام الوطن بألف خير. نلتقيكم غدا بنفس الوقت ونفس الموعد في برنامج وأقبل العيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسرع نيسيني ومسرع غاب عن عيني. مسرع نيسيني ومسرع غاب عن عيني.
وكيف يسخى يجافيني ويبكيني من المسبب لها جره مجروح مني إن كنت غلطان أترجى يسامحني إن كنت غلطان أترجى يسامحني يا شمسي وقت الله سيل من علمك تغرب ومن سمح للسحاب ما بيننا يحجب أحرقت قلبي وأكويته بنار الحب ليتك لي أجر الأحب والباعات تجرب ليتك لي الأحبة والباعة تجرب يشوط الله بأنك من بدع بالجفا يشوط الله بأنك من بدع بالجفا بعد ما كنت أظنك خلي ترع الصفا من غرورك بحسنك قد عدم الوفا آه وإله منك يا معلم كفو شنزعك من فؤدي وحرمك من ودادي شنزعك من فؤدي وحرمك من ودادي ولو غيرك أنادي واستريح من سهادي والعناء والتعب والتعب واستريح من سهادي والعناء والتعب لفتني غاب ويرجع يرجع وانا اقول مرحبا وافرح اذا قط وصل واسرح وصف لي الحب واسبابي يوصف لي الحب طاب السمر يا المليح اسمع قم عندنا ما بقوم به فرصه انا وانت نتمتع فرصه انا وانت نتمتع محلى الهوى محلى الجبر يجمع احبابي محلى الهوى يجمع احبابي